ゴン。残念だけど、君を殺さなきゃいけない。هلا والله بالرهيبين. قوة عائلة الفريكس، شفنا أغلب العوائل في أنمي هنتر عندهم قوة خاصة، مثل عشيرة الكروتا عندهم الأعين القرمزية، والزولدك عندهم قوة في القتل وسرعة كبيرة جدا. لكن عائلة الفريكس ما أظهروا لنا أي ميزة أو قوة نقدر نقول أن عائلة فريكس يتميزون فيها. طبعا المقطع يحتوي على حرق من المانجا، فاللي ما يبغى ينحرق عليه يطلع، واللي ما عنده مشكلة وما عنده أي أمل أن هنتر يرجع يكمل معنا. نبدأ أول شيء ببطل القصة جون، وصرح الكاتب أنه ترك جون بشخصية بسيطة عشان يركز على باقي الشخصيات أو باقي الأبطال اللي هم ليوريو، كورابيكا وكيلو. وشفنا جون عنده هنين التعزيز، وشفناه برضو عنده قوة تحمل كبيرة، انقطعت يده وانفجرت كم مرة في هنتر، لكنه ما تأثر بذا الشيء، وفي استخدامه للنن وصل لطور البالغ حتى أنه قدر يجلد بيتو. لكن ليش القيد حق جون تشكل على ذا الشكل؟ لأن جون عنده قوة جسدية كبيرة ورثها من عائلة الفريكس، عشان كذا وصل لهذه المرحلة. نفس ما كورابيكا تطورت عن الامبراطور إلى أن وصلت قوة كبيرة، فجون برضو تطور إلى قوة جسدية كبيرة جدا بسبب قوة الجسم اللي ورثها من عائلته، اللي عندهم قوة تحمل كبيرة. صحيح أنه ما يبين عليهم أنهم أن أجسامهم كبيرة، لكن عندهم قوة تحمل جبارة جدا. ننتقل لجينا فريكس، والد بطل القصة، وظهر لنا بالمانجا أن قوته تعتمد على أن أي شخص يضربه يقدر ياخذ القوة منه، وشفناه كيف استخدم قوة ليوريو أو ضربة ليوريو اللي أنضرب فيها في آرك الانتخابات. لكن السلبية الوحيدة اللي في قدرة جين أنه لازم ينضرب، وذي القدرة تحتاج إلى جسم عنده قدرة تحمل كبيرة، وجسم عائلة الفريكس يناسب هذه القوة، وجسم جين يعتبر جسم مثالي لهذه القوة. وفي الزودياك جين يمثل الخنزير، والخنزير معروف انه عنده قوة تحمل كبيرة جدا، خاصة الخنازير البرية. نروح للشخصية الثالثة اللي هو دون فريكس. طبعا هو ما ظهر شكله، لكن ذكروا عنه انه عاش لفترة طويلة جدا في القارة المظلمة، حوالي 300 سنة، اللي تعتبر اخطر مكان في العالم، وتعيش فيه انواع حتى اقوى مستخدمين النن ما صبرون عليها، لدرجة أن نمل الكايميريا يعتبر أحد أضعف الأصناف في القارة المظلمة. وشفنا نترو ما قدر يصمد معاه زيغ زولدك ولينيت أودبل، وهم يعتبرون من أقوى مستخدمين النن في هنتر، ومع ذلك ما قدروا يتحملون القارة المظلمة، وراح عشان يلاقي العشبة اللي تطول عمر الشخص. وتوقع سبب بقاء دون فريكس لهذه الفترة الطويلة هي قوته الجسدية، والشيء الثاني هي العشبة اللي ساعدته أنه يمتد عمره لفترة طويلة جدا. لكن جسد قدر أن يتحمل خطر القارة المظلمة، فطبيعي بيكون أحد عائلة الفريكس اللي عندهم قوة تحمل مرة كبيرة. وبس الشباب، هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. انشر المقطع بكل مكان، واتساب، تويتر، انستغرام، كل مكان. كان معكم أخوكم زركي، في أمان الله.